في حلقة جديدة من برنامج عيون الحياة. أسعد الله مساءكم. النهاردة هيكون حلقتنا إن شاء الله بتشهد نقابة المحامين هذه الأيام انتخابات نقابية الفرعية التي على مستوى المحاكم الابتدائية لجمهورية مصر العربية، والتقدم الملاحظ من السادة المحامين في الدورات السابقة، والحديث عن هذا الموضوع. ويسعدنا أن يكون ضيف الحلقة معنا أستاذ محمد حمدي صابر. أهلا بك أستاذ. أهلا محمد، منورنا. شكرا على الدعوة الكريمة يخليك. وشكرا محمد بي على الدعوة الكريمة محمد. وعظيم الشكر لإعداد الفريق الإعداد، وسعيد أن أنا موجود بينكم النهاردة. أهلا بك. شكرا مساء الخير يا محمد. مساء الخير أستاذ محمد. أهلا حضرتك، عامل إيه؟ الحمد لله محمد بي. طبعا زي ما الاستاذه كانت بتتكلم، انا محمود معاك. محمود ايه؟ معلش ولا يهمك، بعتز خالص 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 ولا لا ولا معاك. طبعا النقابه حضرتك بتشهد الفرعيه الانتخابات بتاعتها. في الاول حضرتك بس ممكن تقول لنا بس حضرتك استاذ محمد. في عجاله نبذه مختصره عني، انا محمد حمدي صابر المحامي. تمام. درجه قيدي استئناف، مقيد بنقابه المحامين، وأشرب أن أنا أكون أحد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة القاهرة الجديدة الفرعية. تمام. وبالأحرى محكمة مدينة نصر الجزئية. تمام. دي نبذة مختصرة. دي نبذة مختصرة. طب حضرتك بقى إن شاء الله هكون الانتخابات اللي جاية إن شاء الله، حضرتك داخلها هتبقى يوم إن شاء الله 7 و8 فبراير. حسب ما اللجنة المشرفة على الانتخابات. أيوه. برئاسة الأستاذ مجدي بيسخي، وهو عضو مجلس النقابة العامة. تمام. ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، تم تحديد موعد إجراء هذه العملية الانتخابية لانتخابات النقابة الفرعية على مستوى الجمهورية يومي 7 و8 فبراير بإذن الله. إن شاء الله. وكان هتبقى القاعدة إن شاء الله إمتى؟ محدد ليها برضو في نهاية شهر 2 إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ محمد، كلمنا بقى على مدى طموحك إن شاء الله في النجاح بتاع المحامين بإذن الله. طموحك إيه؟ هو خليني بس أقول الأول، أؤازر من هذا المنبر الإعلامي المحترم أعضاء الجمعية العمومية لمحامين مرسى مطروح. بقول لهم دمتم رجالا ودمتم بواسل، وكان الله معكم في ظل الظرف فيما حدث من اعتداء على احد الزملاء. احنا كنا هنتطرق اليه بس حضرتك قلته في الاول، فده بحكم الزمالة والمهنة والرسالة بنأديها، واحنا كلنا زملاء ومحامين ونؤدي رسالة محترمة، فلا بد أن نلقى احترام من القاصي والداني، ولا يصح ولا يفترض أن يحدث ثمة اعتداء على أي محامي في جمهورية مصر العربية، لأن في الآخر هي رسالة بنؤديها بشرف وباحترام، فلا بد أن نلقى أيضا باحترام وتقدير من أي جهة في الدولة. تمام. ولا يصح ولا يفترض ان يتم اعتداء من مأمور ضبط قضائي على رجالات القانون. هي القصه كده بس للساده المشاهدين يعرفوها، ممكن بس ممكن بإجازة. وبإجازة احد الساده الزملاء او بعض الساده الزملاء كانوا متواجدين حال تاديه رسالتهم داخل ديوان قسم مطروح، واعتقد انه حصل انقطاع للكهرباء، السيد المأمور دخل في غفله، لقى هذا الامر موجود، يعني ادى تعليماته بان كله يخلي الاسم، وبطريقه اعتقد انها مجحفه، وطريقه لا يصح ولا يفترض ان يتم التعامل من خلالها ومن مأمور ضبط قضائي المفترض ان هو احد رجالات القانون على محامي او 2 او 3. وبالتالي هذا الامر تطور الى التعدي بالضرب والسب والقصف العلني، والأمر أمام النيابة العامة، وأعتقد أنه آخر إعلام من المحامين مطروح أنهم في انعقاد دائم لحد ما نضع حد لهذا الأمر والخروج عن سياق القانون والاحترام. هو إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الموضوع يتحل، وإن شاء الله الشرطة والمحاماة الشرطة والمحاماة يعني واحد، وأكيد سوء تفاهم طبعًا. وإن شاء الله تتحل طبعا. هتكلمنا بقى عن مدى طموحك ان شاء الله عند نجاح عند نجاحك باذن الله. طيب خليني اقول ان انا يعني حينما نويت الترشح ان شاء
شاء الله كأحد أعضاء الجمعية العمومية في هذه الانتخابات، وتحديدا وبالأحرى انتخابات نقابة القاهرة الجديدة الفرعية عن دائرة أو جزئية محكمة مدينة نصر، آملا وطامحا لما هو كل جديد، لما هو فيه الخير لشباب المحامين قبل شيوخ المحامين، لحديث التخرج في هذه الرسالة أو في هذه المهنة، وإضافة إلى ذلك طامحا وآملا إذا قدر لي النجاح والتوفيق أن أكون خير معاون وخير سند لأرامل وأيتام السادة الزملاء المحامين أو المحاميات، رحم الله كل زميل في هذه الرسالة. ده يعني في مجمل الطموح بتاع ان انا اقدم كل ما هو يعني خير. بالنسبه للطموح بقى، ايه الهموم اللي انت بتحملها للنقابه العامه ونقابتك يعني، وحضرتك ان شاء الله لما تفوز بهذا المقعد؟ امل في عده امور كثيره جدا، زي عديد جدا من جموع الساده المحامين اعضاء الجمعيه العموميه لنقابه محامين مصر. بقالنا سنوات طويلة جدا في سواء في عهد النقيب السابق الأستاذ سامح بيه عاشور، أو في عهد النقيب سيادة النقيب الحالي رجائي بيه عطية، بنواجه أو أي محامي بيواجه عراقيل وأمور كثيرة جدا تحول ما بينه وما بين أنه هو يؤدي عمله داخل ساحات وأروقة المحاكم و أمام النيابة العامة أو أعضاء النيابة العامة وأمام القضاء الجالس. هذه الأمور لابد أن يوضع لها حل، لابد أن يعامل المحامي معاملة حسنة طيبة تليق به كرجل أو شخص يؤدي رسالة هي رسالة الفرسان. تمام. فرسان الكلم. المحامي ليه هموم كتير جداً، برضو موضوع المعاش للأرامل والأيتام المحامين، برضو منظومة العلاج اللي احنا بصددها. المعاش بيتأخر عليهم يا بياخدوش في وقتهم؟ في عراقيل بتوضع من قبل مجلس النقابة العامة، وأعتقد أنه من إعمال القانون أنه بيستلزم ويستوجب أن يتقدم ورثة الأستاذ الزميل المحامي أو الأستاذة الزميلة المحامية بمستندات. ممكن يبقى صعب جدا إن الورثة يعني قد يكون مش محامي أو محامية، هياخد وقت طويل جدا إن هو يدور على مستندات. النقابة طلباها، هياخد وقت كبير جدا علشان يشوف إذا كان في توكيلات من ضمن أدلة الاشتغال، ولكن أعتقد إن السيد النقيب العام الحالي السيد نقيب المحامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب رجائي بيه عطية طلع في مرات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحته الخاصة وعلى موقع النقابة، وأكد أن الكارنيه هو دليل اشتغال. سعى بهذا الأمر أنه يحاول يسهل الأمور على أرامل وأيتام المحامين فيما يتعلق بأدلة اشتغال، وإذا كان في توكيل من عدمه، أمور كتير جداً المفترض انها تبقى في سبيل انها تتطور وتتحسن، وما يبقاش في عراقيل قدام ورثه المحامي بالذات ان هم يجيبوا ورق واثنين وتوكيل واثنين وثلاثه علشان في الاخر يتحصلوا على معاش هم من حقهم يتحصلوا يعني عليه. من خلال كلام حضرتك ان شاء الله كل الساده المحامين بيطالبوا بهذا المنطق، ان هذا طبعا بالنسبه للعلاج طبعاً. منظومه العلاج لازم تتغير، واعتقد بالجميع بالنسبه للجميع الوزارات ومنظومه العلاج يعني محتاجه تتغير، وطبعا السيد الرئيس في تطور من أولها. انا بتكلم فيما يتعلق منظومه العلاج في نقابه المحامين. منظومه صعبه وبتكبد المحامي عناء هو واسرته. تمام. من خطابات علاج، واحيانا كتير جدا في مستشفيات بيتوجه ليها الاستاذ الزميل وهو في اشد وامس الحاجه ان هو يخش رعايه مركزه او يجري عمليه جراحيه في حينه. ونفاجئ ان في مستشفيات كتير جدا بتقول لك ان احنا لغينا التعاقد مع نقابه المحامين. فلازم يبقى في منظومه اعتقد تكون شفافه تكون اقوى من كده وتكون ميسره على المحامين واسرهم.
في ان هم يتلقوا العلاج اللي نص عليه القانون. تمام. يتلقوا العلاج بطريقه سهله وسلسه بدون صعوبات. اكيد يعني لو كان في الاول مش هنقول اهمال، هنقول مثلا في تقاعس شويه ان شاء الله في طريق الحل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. استاذ محمد، هل في النقابه العامه اي شكوى لصالح المحامين؟ ما انا بقول لحضرتك كثيرا جدا الشكاوى هتظل موجوده سواء في عهد النقيب السابق الاستاذ سامح بعاشور او في عهد النقيب الحالي رجاء بعطية، ولكن عشان كده احنا بندعو او القانون نص على وجود نقابات فرعيه، لان عمر ما النقيب العام واعضاء مجلس النقابه العامه هيتمكنوا بسهوله ويسر من ان هم يقدموا يد العون لكل محامين جمهوريه مصر العربيه. مؤازره بقى. فده دور النقابات الفرعيه. ياتي هنا أكيد. دور النقابات الفرعيه في انها تبقى يد عون ومساعده للنقابه العامه نقيبا واعضاء. نقيبا واعضاء. بس. الاثنين هيتكاتفوا مع بعض فهتشوفوا النتيجه طبعا هتبقى ده لازم يحصل. هتبقى فيها نتيجه واكيد المبادره هتبقى منكم طبعا ان شاء الله. هي القانون نص ان لازم يبقى النقابه الفرعيه النقابه الفرعيه معاونه للنقابه العامه. طبعا ان شاء الله في حل ان شاء الله باذن الله يتحالف حضرتك وبقيه الساده المحامين ان شاء الله تتحدوا فالنقابه تتحدوا مع النقابه العامه ان شاء الله. طبعا احنا طبعا هنخش على الانتخابات وندخل بقى على طول كده ايه في السياق على طول. طيب بالنسبه للمشاركه يعني تقول ايه برضو اللي هيتقاعس ان هو ما يروحش؟ هقوله صوتك امانه. تمام. يعني احنا بنسعى للتغيير. احنا ما بنشككش في مجالس نقابات سابقه. خليني اتحدث من منبر حضرتك ده النهارده فيما يتعلق بانتخابات نقابه القاهره الجديده فرعيه اللي انا بنتمي ليها واحد المرشحين على احد جزئياتها. هي دي اللي تهمني. دونا عن باقي الفرعيات لان انا بتكلم عن الفرعيه اللي تخصني يعني. تخص بالظبط الاريا بتاعتها. صار لغط في الاونه الاخيره وامور كثيره طرحت وكلام كثير اتقال على مجلس النقابه السابق النقابه الفرعيه للقاهره الجديده والمنتهيه ولايته، وللاسف الشديد ده اساء لينا جميعا. وهذا الكلام الذي تم إثارته أثير من نقيب القاهرة الجديد ثم عدل عن ما أثاره وما أراد أن يلفقه من اتهامات حتى تاريخه. يعني إحنا كمحامين مش عارفين مداها إيه، هي صح ولا غلط. نقابة القاهرة الجديدة الفرعية هي نقابة بكر ليها موارد كتيرة جداً، بس للأسف المجلس السابق تقاعس عن أداء مهام عمله كمجلس نقابة نقيبا وأعضاء في أمور كثيرة جدا. هو بس من المقاطع لحضرتك بس هو طبعا إيه كلمة تقاعس أكيد ممكن يكون بس إيه الدنيا ما يعني ما اديتوش ان هو يحل المشاكل كلها لان هو يبقى لهم حق الرد برضه. كان في تأثير يعني حضرتك؟ اذا كان في تأثير فبرضه هيبقى لهم حق الرد طبعا بالنسبه لكلام حضرتك. طبعا حق الرد مكفول لاي حد. طبعا انا بتكلم في التقصير لانه تقصير انا بتكلم كعضو جمعيه عمومي. تمام. انا لم يتسنى ليا وما شفتش ان النقابه الفرعيه للقاهره الجديده وبالاحرى عضو مجلس النقابه عن جزئيه محكمه مدينه نصر. تمام. قدم خدمات ملموسه على ارض الواقع. وقد اكون انا مخطئ في يعني في ظني وممكن يكون اقدم خدمات اكيد. بس من هذا المنبر انا بطالب السيد الزميل الممثل عن جزئيه مدينة نصر وعضو مجلس نقابه القاهره الجديده المنتهي ولايته انه لو هو تقدم او قدم خدمات ملموسه. تمام. وخدمات فعلا اعضاء جمعياته العموميه كانت في احتياج ليها يتفضل سعادته مشكورا يقول لنا هو قدم ايه. تمام. إنما الأمور تطورت واستبان لينا كأعضاء جمعية عمومية إن في يعني أموال تم إنفاقها في غير محلها. تمام. شبهات أثرها وكلام أثره النقيب السابق في النقابة الفرعية بإن في شبهة استيلاء على المال العام. في بلاغات كتيرة مقدمة
امام النيابه العامه وتحديدا نيابه الاموال العامه. جاري التحقيق يعني فيها السيد النقيب افصح انه جاري التحقيق فيها. تمام طالما فيها واحنا ما زلنا منتظرين استاذ حضرتك، طالما في لسه تحقيق وطبعا حضرتك استاذنا في الكلام ده، طالما يكون لسه في تحقيق فاحنا ان شاء الله هنسيب القضاء ياخد مجراه، واذا تبين حاجه هنفسحها للساده الجمهور، لكن غير كده احنا ما نقدرش نتكلم. تمام لا طبعا كلهم زملاء في الاخر، هم زملاء في الاخر فوق الاحترام، ولو في اي حد محتاج حق الرد احنا موجودين وتحت امر حضراتكم على الارقام اللي هتظهر على الشاشه. استاذ محمد، هو طرحتوا ميزانيه ولا لم تطرح بعد؟ مين اللي طرح؟ وافقتوا لطرح ميزانيه جديده ولا لم تطرح بعد؟ طيب خليني اقول لسعادتك محمود بيه ونجلاء هانم ان قانون المحاماه وتحديدا قانون 17 لسنه 83 والمعدل بقانون 147 لسنه 2019 نص صراحه وأوجب وألزم على مجلس النقابات الفرعية أنه يطلع علينا كده ويستهل علينا كده مشكورا كل شهر مارس وكل سنة ويدعو الجمعية العمومية ويقول لهم اتفضلوا أنا بعرض الميزانية. الميزانية مجلس نقابة القاهرة الجديدة. هو عفوا يعني الميزانية بتطرح في 7 ولا في 3؟ كل شهر 3 القانون نص عليها في شهر مارس تحديدا لازما بتطرح على الجمعية العمومية وتطرح على الجمعية العمومية بتطرح الميزانية بالظبط. هذا الامر منذ ان تولى مجلس نقابة القاهرة الجديدة السابق في عام 2016 وحتى تاريخه رغم ان انتهت ولايته او مدته لم يطرح علينا الميزانية. احنا كأعضاء جمعية عمومية ما شفناش دعوه يعني لحد هذا الوقت اللي تطرح نهائيا. هو جه بس مجلس النقابه. طب عفوا انا قطع حضرتك بس في حاجه، ممكن بس اللي جايحه كورونا هذا حصل يعني مش هنقول تراخي يعني حصل على اساس ان هي جت في شهر 3 كورونا فممكن انت حضرتك بتتكلمي كورونا من 2016 موجوده ولا بنتكلم هي من 2016 ما طرحتش يعني الميزانيه. مجلس نقابه القاهره الجديده عكف عن تقديم الميزانيات منذ عام 2016 حتى نهاية مدة مجلسه وهي 4 سنوات نهائيا لم تطرح بعد. وهي دي النقطة اللي أنا من خلال برنامج حضراتكم تمام بطالب أعضاء الجمعية العمومية اللي إن شاء الله مش هيعكفوا وهينزلوا بكل شرف وكل أمانة وكل حيادية يدلوا بأصواتهم في الصندوق. بقول لهم احذروا من الورقة الرابعة، احذروا من الورقة الخاصة بالميزانية. بالميزانية. ما ينفعش ان انا اجي بعد 4 سنوات اجمع ميزانيه سنه 2016 و17 و18 واحطهم في ورقه واحده واخليهم يعني مع احترامي اتفضل صدق عليها يا لا لا ما ينفعش. انا ما شفتش ميزانيه طبعا. فين الميزانيه اللي انت طرحتها عليا؟ وفي قانون بيحكمني ما بيني وما بينك. هستاذن حضرتك بس معانا مكالمه هاتفيه. الو 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 ايوه يا فندم مع حضرتك. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا فندم بحضرتك. الحمد لله، عرفنا حضرتك؟ السيد الشافعي مع حضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. أهلا وسهلا فندم، ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله في نعمة والله. حضرتك كنا يعني بنتكلم عن الكورونا وتداعياتها و تمام. كنا عايزين نسأل الدكتور يعني ازاي هو عفوا يعني الأستاذ محمد معانا محامي، حضرتك بتتكلم هذا المجال ولا؟ لا يعني انا مش سامع حضرتك، ممكن تحرك علي صوتك شويه؟ شكرا اشكرك اشكرك. اتصلت قطع. نرجع تاني. طب معانا الاستاذ هشام، اسف. اهلا وسهلا. الو ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اتفضل نتعرف بحضرتك. هشام سكر المحامي. اهلا، ازيك يا استاذ هشام، منورنا في برنامجنا. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. معانا النهارده استاذ محمد حمدي، اتفضل حضرتك معاك. اهلا وسهلا بالاستاذ محمد وبالبرنامج، وبقول له ربنا يوفقك يا استاذ محمد. استاذي ومعلمي هشام بيه سكر تحياتي، وعظيم الشرف ان انت يعني سمعت صوت سعادتك. ربنا يبارك فيك يا رب وربنا يوفقك. والكتب ليك النجاح باذن الله هتكون واجهه مشرفه. اشكرك. وانا حاسس بيك وعارف وبعرف جيدا ان اللي دفعك انك تخوض المعركه ان عندك حلم جميل وهدف نبيل، نفسك انك تشوف مهنتك فارقى وازهى صوره، وقد الكثير اللي انت شفته ان اللي قبلك ما قدرش يعني
الله باذن الله وعي الجمعيه الوطنيه انها تختار الجديد المعبر بالامانه. معلش يا استاذ هشام بعد اذن حضرتك، بس ممكن حضرتك بس تعلي صوتك عشان بس مش سامعين. ايوه زي ما بقول لحضرتك واجهه مشرفه محامي اكيد طبعا ان شاء الله. اشكرك كبيره للمهنه. تمام نمرة جميعا ان شاء الله. كله امل ان يكمل اوجه القصور اللي شافها من المجلس القديم او الاعضاء اللي ما قدروش ان هم يثبتوا انه بالعمل النقابي الالماني الحر. تمام يا فندم. استاذي وحبيبي كتر خيرك يا هشام دي معالي المستشار. اعتز بالمكالمه والمداخله الطيبه والجميله وكل التمنيات ليا او لغيري من الساده الزملاء المرشحين على ذات المقعد او غيره في انتخابات نقابه القاهره الجديده الفرعيه. والله انا اتمنى المجلس يكون في خمسه شخصيه محمد حمد. الله يعزك، شهاده اعتز بيها يا هشام بيه، شهاده اعتز بيها. ربنا يكرمك ويوفقك. شكرا ان شاء الله. احنا بنشكرك يا استاذ هشام وربنا يبارك فيك. شكرا، متشكرين لحضرتك. انا هاخد بس مكالمه الاستاذ هشام حاجه قال لحضرتك لفظ عجبني، يعني الدوافع اللي خلتك تخش مجلس النقابه الفرعيه. حلو. اسمح لي ارد على حضرتك من خلال القانون. اتفضل. ده قانون المحاماه. تمام. كل مهنه ليها قانون بيحكمها وينظمها. اكيد. قانون المحاماه فيما يتعلق بالجامعات العموميه للنقابات الفرعيه وتحديدا الماده 148، وطبعا الساده الزملاء المحامين يعلموا نص الماده، بس خليني اعيده تاني. اتفضل. ماده 48 اكدت ونصت على انه تنعقد الجمعيه العموميه للنقابه الفرعيه سنويا في شهر مارس من كل سنه. تمام. برئاسه نقيبها وذلك بمقر النقابه الفرعيه أو في أي مكان آخر ملائم في الجهة التي يقع ازدباكا على المقر الذي يتصل على الأخر. طيب أنا هتكلم في نقطة بقى فيما يتعلق بالميزانية. تمام. ما هو الميزانية هي سبب من الأسباب اللي دفعتني إن أنا أترشح. القصور اللي كان في مجلس النقابة السابق وعدم مباشرته للاختصاصات والأعمال الواجب والمنوط بيه إن هو يقوم بيها ما أمشي بيها. طب أنا هقطعك معلش في حاجة. حضرتك دلوقتي إن شاء الله قدر ليك النجاح إن شاء الله بإذن الله وربنا يكرمك وما فيش انعقاد للجامعة العمومية وفيها شك مالي، هتعمل إيه؟ ما انا قلت هرجع برضو لنفس لا قبل حضرتك قلت الماده لا الـ دي ماده لا لا انا بكلم حضرتك انت كشخصك هتعمل ايه؟ حضرتك نجحت وان شاء الله هتنجح. ايوه نتمنى لك الخير. منوط بالمجلس، منوط بالمجلس اللي ان شاء الله هتاتي بيه الجمعيه العموميه. تمام. انه يتخذ امرين او يسعى لامرين. الامر الاول ان هو يراجع كل ما اثير من السيد نقيب القاهره الجديده واتهم فيه بعض اعضاء مجلسه بان هم قاموا بالاستيلاء على المال العام وقاموا باهدار المال العام وتحصيل اموال بدون وجه حق. هذا الامر لابد من التحقيق فيه. انا مش هقدر ارمي الاتهامات بالباطل ولا جزافا على حد وخاصه ان احنا زملاء. اكيد. ولكن هذه اتهامات صدرت على لسان السيد نقيب القاهره الجديد. تمام. هذه الاتهامات اذا قدر لي النجاح والتوفيق انا او غيري من الساده الزملاء ترد عليها الممتهنين واللي شقيانين واللي تعبانين. تمام. لازم نفتح الملف ده. بس مش افتح الملف ده وانسى الدور اللي انا جاي اقدمه. ودور خدمي. دور نقابي لمصلحه الزملاء لابد ان يكون دور محترم فعال على ارض الواقع. للاسف الشديد القانون فرض حاجه اسمها اللجان النقابيه. تمام. اللجان النقابية دي لم تكن مفعلة على الأقل في المجلس السابق. تمام. للأسف ما شفتش ولا لجنة مرأة ولا لجنة ثقافة ولا لجنة رحلات ولا أي لجنة مفعلة طبقا للقانون. ولا لجنة طبية؟ ولا أي لجنة. طب ولا أي لجنة. ولسخونة الموقف وحضرتك كده طبعا والموضوع أثير قوي كده وكلام حضرتك شيق جدا. استأذن لك نطلع فاصل ونتواصل. حاضر اتفضل. فاصل ونتواصل إن شاء الله. و
ورجعنا لحضراتكم من جديد استاذ محمد. طبعا بقى لسخونه الموقف انا ايه طلعت فاصل، عاوزك بقى تكمل لي الدور حضرتك. احنا كنا بنتكلم الدور اللي دفع حضرتك ان حضرتك تخش النقابه الفرعيه. تمام اتفضل. طيب كمل كلامك. انت في الفصل قلت لي بالراحه علينا شويه، فحاضر هبقى بالراحه. احاول ابقى بالراحه بس صدقني انا لا كل حد، انا اسف يعني كل حد ليه حق الرد ومكفول لاي حد، بس استاذ محمد ممكن يكون ببين مش هنقول سلبيات، ممكن تكون حاجات ما كانتش واضحه لبعض الناس ولصالح الزملاء برضه، هو برضه بيبص لصالح زمايله وعايز برضه ليهم الاحسن. اتفضل يا استاذ. احنا عايزين حضرتك تكمل بس ورا علينا برضه. خليني اكمل نقطه مهمه. اتفضل يا فندم. السيد النقيب العام رجائي بيه عطيه حينما تولى منصب نقيب اتحاد المحامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب قبل الدعوه للانعقاد للانتخابات النقابات الفرعيه، طلب كافه المجالس النقابات الفرعيه بان هم يتفضلوا ويتقدموا بالميزانيات بتاعتهم على مدار الاربع سنوات. تمام. هقولها بالبلدي، الراجل ريقه ناشف. تمام. ريقه ناشف. مفيش مشكله. نقيب محامين مصر ريقه نشف مع مجالس النقابات الفرعيه في ان هم يقدموا الميزانيات. ما هو من حقه اللي هو بيطلبه. اعتقد ان معظم او كافه كل النقابات الفرعيه تقدمت بميزانيتها الا نقابتين او ثلاثه. انا هتكلم عن نقابه القاهره الجديده الفرعيه. ودي من ضمنهم؟ طبعا. طب مش هنذكر الباقي؟ طبعا انا ماليش دخل بالباقي النقابات. خلينا قدمت وانا معاه. خلينا حتى تاريخه مجلس نقابه القاهره الجديده. هي الطعون اتقبلت الاول يا استاذ محمد؟ انا يا فندم الطعون لا كلها خدت رفض يا فندم. كلها خدت رفض والخاصه بالتاجيل الانتخابات كلها قضي فيها بالرفض. بالرفض. يا فندم. مجلس نقابه القاهره الجديده نكل عن تقديم الميزانيات الى السيد النقيب العام. انا ما بقولش النقيب العام بشخصه، لا نقيب عام مصر ومحامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب ومجلس النقابه. تمام. منوط بيك كمجلس نقابه فرعيه ان انت حضرتك تتقدم كل سنه بميزانيتك للنقابه العامه. السيد نقيب الحالي لسه فاضل له ايام قليله ويمضي فيها السنه. انت بتقول من 2016 ما يبقالوش غير سنه هو اللي مضاها لسه من الاربع سنوات. من 2016 حضرتك. طب انتوا فين يا مجلس نقابه القاهره الجديده؟ من 2016. من 2016. اتفضل. المجلس النقابه العامه انتخب في 15/3/2020. تمام. صح كده؟ تمام. انا مظبوط كده. تمام. تمام. احنا النهارده في يناير، احنا في يناير خلاص اقتربنا من ان هو اقتربنا يكون داخل على سنه. عدى سنه. عدى سنه. هل بقى السنه دي ما في ملفات انا اسف انا جلي. في ملفات اتفتحت وكان بصدد ان هي اتقفلت عنوه ولا اتقفلت بشفافيه؟ بس لا نتكلم برضو وبدون ما نخش في تفاصيل. ما هو انا بقول لحضرتك حتى تاريخه. تمام. انا بتكلم عن نقابه القاهره الجديده الفرعيه. تمام. انا بتكلم عن نقابه حضرتك الفرعيه. ما زالت لم تتقدم بكافه الميزانيات عن الاربع سنوات. وجي مجلس النقابه في ساعه زمن. تمام. في احدى غرف الساده المحامين. تمام. وبالاحرى او تحديدا بمحكمه القاهره الجديده. تمام. وقال انا بطرح الميزانيه. القانون قال ان مش دي طريقه الطرح الميزانيات، قال ان انت لابد كمجلس نقابه فرعيه ان تدعو اعضاء الجمعيه العموميه وتطرح عليهم الميزانيه. بالظبط. انا كاحد اعضاء الجمعيه العموميه منذ ان تولى مجلس نقابه القاهره الجديده في عام 2016 وحتى انتهاء مدته او حتى تاريخه لم يتقدم بميزانيه. ولو الجمعيه العموميه ما طرحتش مش هيقدم الميزانيه. حقته ما يفرضش الميزانيه. تيجي بقى حضرتك تجبرني كعضو جمعيه عموميه واحد الساده اللي هيخشوا يقولوا ولا لا على الميزانيه، تحطها لي وتدمجها لي فرقه واحده؟ لا طبعا. طب امرت ايه؟ طب هو من غير اماره، هي الفكره برضو كلها في حاجه. انا بدي هرجع اقول لحضرتك حاجه ان شاء الله ومقدر حضرتك وان شاء الله ربنا يوفقك. حضرتك دلوقتي ما تروحش في السنه الجديده اللي حضرتك هتتولى فيها في المجلس النقاب الفرعي، ان ما تروحش السند المالي ولا في الجامعة ولا طرحه الجمعيه العموميه. حضرتك هتعمل ايه؟ حضرتك هتعمل ايه؟ ما هو انا بقول لحضرتك انا بخاطب زملائي واساتذتي اللي ان شاء الله مش هيعكفوا عن النزول في الانتخابات. احنا برضو ما ايه معلش اللي مش هيعكفوا وهينزلوا عشان يغيروا. مفيش حد هيكسل. انا بطالبكم من البرنامج المحترم ده. تمام. احذروا من الموافقه على الميزانيه. حضرتك برضو بتتطرق لموضوع تاني. انا بس هحكي اتفضل وسؤالي واضح. اتفضل. بقول لحضرتك استاذ محمد ان شاء الله قدر لحضرتك النجاح ان شاء الله ولم يعرضوا الميزانيه
في وقت حضرتك. اول ما حضرتك هتستلم ان شاء الله هتستلمه في شهر يعني هنقول شهر 3، والمفروض شهر 3 تعرض فيه الميزانيه، حضرتك ما تعرضتش هتعمل ايه بالمختصر بالبلدي؟ بالبلدي انا اسف بلدي هنفتح كده ونظبط الدنيا ونشوف الورق ونحاسبه ونحاسبه. ده حضرتك قدر يا حضرتك يعني انا واحد من الناس اذا قدر لي النجاح تمام وكتب لي التوفيق ان شاء الله وربنا اراد ان انا اجي في هذا المجلس انا او غيري من الساده المحترمين الممتهنين لمهناتهم والغيرون على مهناتهم الجميع محترم والجميع فوق دماغي انا بقول اهو ما انا معلش كلنا محترمين يا فندم وكل مرشح محترم معلش انا لازم بس انا بقول الغيور على مهنته الغيور على مهنته يا استاذي انا بس انا معلش انا يعني انا هنا كمقدم برنامج لازم اقول ان اي حد مكفول لحق الرد في المجالس السابقة بالنسبة لمدينة نصر ليه حق الرد وأرقام الشاشة الأرقام محطوطة على الشاشة طبعا. حضرتك دلوقتي معلش بقى السؤال دي ثالث مرة وحضرتك برضو مش قادر ترد عليا هراجع هتراجع وهحاسب وهتحاسب وهحل النيابة وهيفتح الملفات المقفولة كده كمان اللي لسه ما اتفتحتش ده إذا 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 كان في وقائع استيلاء على مال عام أنا مش دعوة بالوقائع لا 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 دي لسه قلنا دي لسه والميزانية أمر تاني قلنا لسه ما هو كله هيصب مش بالألفاظ محمود بيه كله هيصب في بوتقة واحدة ماشي أنت بتلعبش الميزانية داخل فيها يا فندم أي حد حضرتك محامي وحضرتك أشطر مني في الحاجات دي أنا راجل مش محامي أنا راجل في حسابات محاسب أنا بكلم حضرتك كلمة واحدة بس حضرتك دلوقتي اللي موجود اللي بيتجه للقضاء أما القضاء ياخد مجراه بالزبط. ويقولوا حضرتك ممكن ساعتها تشرفنا وتقول لحضرتك عاوز ايه المهم حضرتك دلوقتي معانا اتصال الو الو ايوه يا فندم مساء الخير يا فندم مساء الخير ازي يا استاذ محمود اهلا بحضرتك متعرف بحضرتك سامح صديق اهلا سامح استاذ سامح ازي حضرتك ازي حضرتك اخبارك ايه حضرتك محامي ايوه اهلا وسهلا استاذ سامح صديق عضو مجلس نقابه سابق اهلا وسهلا بحضرتك السابق. عفوا اتفضل ومرشح لمقعد نقيب المحامين القاهره الجديده ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق يا فندم بالتوفيق ربنا يخليك يا استاذ نجلاء اهلا وسهلا بيك اهلا بحضرتك يا فندم بالتوفيق يا استاذ سامح ربنا يخليك الحقيقه الاول انا يعني بشكر حضراتكم على البرنامج الجميل بتاع حضراتكم دون واهتمامكم بان كنتوا يعني يبقى في لقاءات مع اعضاء نقابه المحامين والمرشحين للعضويه وكلام زي كده حاجه جميله من حضراتكم الحقيقه شكرا يا فندم لذوق حضرتك انا مشكورك يا فندم اهلا بيك هو انا الحقيقه يعني انضميت مؤخرا لسماع البرنامج في الحلقه دي فمش تمام تمام مش ملم بموضوع الحلقه بالظبط فاستاذ حياتك تديني بس فكره سريعه كده يا استاذ محمود اتفضل يا فندم دلوقتي استاذ محمد حمدي منور يا معالي النقيب سامح بيه هيسلم عليكم سامح بيه منور منور يا معالي باشا هو اسهل حلقه استاذنا حلقه سخنه استاذ سامح استاذ محمد مسكنا ما هو من ضمن برضه سامح بيه من ضمن ان شاء الله اذا قدر لي النجاح هيكون من المحاربين للفساد ان وجد هذا الفساد يا فدا ان وجد ان وجد برافو عليك هو ان شاء الله ما فيش هو ممكن يكون اخفاءات سابقه وان شاء الله احنا بنتكلم على الميزانيه استاذ سامح تمام هو الحقيقة ان احنا عندنا يعني مشكلة يمكن نقول ان هي فريدة من نوعها في نقابة محامي القاهرة الجديدة تمام عندنا للأسف يعني عايز اكون دبلوماسي قوي في كلامي مع حضراتكم عشان ما احرجكوش انتوا لا لا يا فندم براحتك بس خليك دبلوماسي خليك دبلوماسي يا فندم فهقول ان احنا يعني عندنا في للاسف المجلس المتولي شؤون نقابه المحامين عن نقابه القاهره الجديده في الخمس تمام. سنوات الاخيره تحديدا من 4/2015 لغايه اللحظه اللي انا مع حضرتك عليها دي على الهواء حاليا اتفضل للاسف عندنا اهمال يعني اقل ما يوصف به الامر ان هو في اهمال في اداره شؤون نقابه محامي القاهره الجديده الماليه طبعا بدون يعني خوض في زمن من الناس انا هتكلم في موضوع ان مفيش دفاتر لوارد ومنصرف في نقابه محامي القاهره الجديده هو انا هقطعك بس استاذ هشام سامح بس استاذ سامح معلش انا هقطع حضرتك بس يعني ايه هو كماليا ما ينفعش ما فيش وارد وصادر ما ينفعش يعني لكن هو فعلا انتوا خلي بالك خلي بالك يا محمود ايه مدام نجلاء انتوا بتتواصلوا مع يعني زميل نقابي مخضرم فوق دماغنا يعني بس معلش نقابي عضو مجلس نقابه سابق انا كنت عضو مجلس نقابه شمال القاهره في الفتره من 2012 ل 2015 اهلا بحضرتك صندوق نقابه القاهره من صندوق كمان يعني انت راجل كده هتتكلم في شك مالي بالظبط كده طب تمام تمام كده فافهم كويس اكيد طب حضرتك واعرف كويس ان نقابه المحامين دي مؤسسه
وان النظام المؤسسي، اي نظام مؤسسي في الدنيا سيادتك، لازم يقوم على نظام مالي منضبط، واخد بال حضرتك، يكون فيه على الاقل، احنا بنتكلم في الحد الادنى، تمام، نظام دفتر وارد ودفتر منصرف، تمام، حساب بنكي باسم المؤسسه او باسم النقابه اللي هي موجوده، اكيد، واخد بال سيادتك، الخمس سنين الاخيره دول للاسف الشديد مفيش في نقابه محامي القاهره الجديده. طب انا هقطع حضرتك بس في نقطه صغيره، معلش يا استاذنا، معلش هقول لحضرتك على حاجه بس، وهل طبعا كل الشكر والتقدير للنقيب السابق استاذ سامح عاشور، طبعا، وكل الشكر استاذ رجاء عطيه، استاذ رجاء عطيه داخل في سنه، معلش بس عفوا، استاذ رجاء عطيه، صحيح، استاذ رجاء عطيه بقاله سنه، هل السنه ديت، طب معلش ثواني بس حضرتك اسمع مني السؤال، هل استاذ رجاء عطيه ما حاولش لو كان في، انا اسف طبعا في اللفظ، لو كان في اي اخلال مالي، هل هو ما رجعوش لاي لجهه حكوميه او جهه؟ هقول لحضرتك، هرد على سؤال حضرتك. ممكن يا استاذ حمدي تديني، محمد حمدي تديني فرصه ان انا اتكلم بعد اذنك، ما تتكلمش وانا بتكلم بعد اذنك عشان اعرف اكلم الاستاذ محمود. اتفضل اتفضل، هو ساكت. سكت لك، هو سامح بيا. اتفضل يا سامح بيا، اتفضل. معالي النقيب الاستاذ رجاء عطيه فعلا لما جه لقى الكلام ده كله، تقدم ببلاغ لنيابه الاموال العامه، تمام، متهما مجلس نقابه القاهره الجديده باهداره لمبلغ اكثر من 500,000 جنيه، وعدم قيامهم بتوريده، ودي حصه النقابه العامه عن فتره صغيره جدا، تمام، من عمر نقابه القاهره الجديده بالنسبه للنقابه العامه، تمام، وهي الفتره اللي هي كانت من وقت فتح باب الترشح لانتخابات النقابه العامه. استاذ سامح، هل اللي حضرتك بتقوله ده كله دلوقتي في ضوء ان هو محطوط في النيابه؟ النيابه؟ ايوه يا فندم. طب ممكن بعد اذنك بقى ما نتكلمش فيه، انا اسف يعني، حضرتك اكذبتنا في الموضوع. هو محمود بيه وسامح بيه صديق، مع عذر يا معالي الباشا، هو الاستاذ سامح ما بيتهمش حد، هو بيقول، لا احنا بيطرأ على بساط البحث، استاذ محمد بيطرأ على بساط البحث امورا وبلاغات مقدمه. استاذنا اتفضل بعد اذنك، استاذ محمد واستاذ سامح انتوا اساتذتنا، اتفضل. بس الفكره كلها في ايه؟ طالما الموضوع مطروح للنيابه، نسيبها بقى تاخد اجراءاتها في الاخر، واحنا نقدر نقول ونطرح في البرنامج بالظبط كده. احنا دلوقتي بنتكلم على الميزانيه اللي ما اتطرحتش من 2016 لغايه الان على الجمعيه العموميه، وكانوا عايزين لم تطرح ميزانيه للقاهره الجديده خلال الخمس سنوات السابقه على الجمعيه العموميه لنقابه محامي القاهره الجديده. ما احنا بنتكلم في كده، احنا بنتكلم في كده، تمام. طيب هقولها يا استاذ سامح، بس معلش في عجاله كده، بعد اذن حضرتك تقول ايه للاستاذ محمد وتقول ايه للساده المحامين، ونخش في الدور الانتخابي، واي حاجه تاني نتطرق اليها ان شاء الله بعد ما تاخد ايه التحقيقات بتاعتها ان شاء الله، وكله ليه حق الرد طبعا. اتفضل. اقول للاستاذ محمد، يا استاذ محمد اتمنى لك التوفيق في تجربتك اللي انت بتخوضها لاول مره في نقابه المحامين ان شاء الله. استاذن حضرتك على الهوى كده وقدام الناس كلها، ونصيحه من يمكن مش عايز اسمي نقابي، انا نفسي نقابي، لان برضه كان عمري في النقابه يعني ما كملش 8 سنين في العمل. لك احترامك، لك احترامك يا استاذ سامي، ربنا يحفظك ويبارك فيك، انما بقول لحضرتك بالهدوء شويه، وان شاء الله الجاي احسن ان شاء الله. بقول لزملائي المحامين على مستوى الجمهوريه، احنا داخلين في، مش هسميها معركه انتخابيه، هسميها منافسه، واهدى عمل تطوعي، عمل خدمي. الزملاء المرشحين ومقدمين نفسهم للترشح دول يعني نحسبهم كلهم على خير، ونامل ان هم يكون هدفهم اللي هو العمل التطوعي. احنا ان شاء الله اللي جاي احسن، المجلس اللي جاي نقيبا واعضاء ان شاء الله يتداركوا ما تم الخطا فيه خلال الفتره السابقه، وبس مش عايز اقول اكتر حاجه. ربنا يوفقك يا استاذ سامح ان شاء الله، ويعني ونبارك لحضرتك والاستاذ محمد حمدي باذن الله، ربنا يوفقكم وتطرحوا الميزانيه ان شاء الله. بنشكرك يا استاذ سامح. بقول لك ايه بقى، عايز اسالك سؤال كده. اتفضل. ممكن بقى تكلمني عن دور المراه عندكم في خوض الانتخابات، ونصيبها ايه معاكم، وكام واحده عندك في اللجنه؟ هو للاسف الشديد المراه ما خاضتش، المراه قلما تخوض انتخابات. بس خليني اقول ان في هذه الانتخابات، وتحديدا انتخابات نقابه القاهره الجديده، بدا يبقى للزميلات المحاميات دور دور،
وبدأوا يتقدموا ويترشحوا على مقاعد إحدى الجزئيات في هذه الانتخابات. تمام. فده يعني أمر محمود وحاجة مبشرة. تمام. لأن لازم الرجل والمرأة يبقوا مع بعض. فما بالك بقى مجلس نقابة فرعية في زميل وزميلة. هي هتبقى مهتمة أكتر بالمرأة وشأن المحاميات ودور المحاميات. وأنا كعضو مجلس نقابة زميل ومحامي هبقى مهتم بحديث التخرج من شباب المحامين، ههتم بشيوخ المحامين. أنا مش هخرج عن إن أنا أقول إنه لازم إن يبقى للمرأة دور مجلس نقابة للقاهرة الجديدة دور مهم جدا في تقديم الخدمات لأرامل وأيتام المحامين. تمام. لابد إن إحنا نعمل حاجة محترمة لشباب المحامين، دورات تثقيفية في دور بقى كده. أنت حضرتك عاوزك تكلمني حضرتك تعمل إيه في دور المصايف حضرتك كنت لسه متكلم فيها، حضرتك تعمل في الأدوية أو في العلاج، وهتعمل في كذا قضية. البرنامج بتاعك إيه؟ بس بعد حضرتك من معنا اتصال. ألو. ايوه فن، ممكن تعالى كده تعلي صوتك. الو انا سامع حضرتك، ممكن تعرفنا اسمك؟ يا فندم انا محمد. مين يا فندم؟ علي صوتك لو سمحت. ماشي، الخط اتقطع. حضرتك قلت لنا بقى حضرتك الدور بتاع حضرتك في يعني ايه المصايف هتعمل فيها ايه؟ الرعاية الطبية، المصايف، الرعاية الطبية زي ما احنا قلنا لابد ان يكون للنقابة الفرعية دور مهم جدا في انها تحط منظومه علاجيه. هتتعاقد، هتحاول تتعاقد مع حد جديد ده من خلال مجلس النقابه العام. هو لغايه دلوقتي مجلس النقابه لغايه دلوقتي يا استاذ محمد انتوا ما تعرفوش الميزانيه اللي انتوا تقدروا تمشوا بيها للاسف الشديد. ما هو دوت لما انتوا هتعرفوا للأسف. الميزانيه هتقدر اللي انت تحل المشاكل دي كلها. للاسف الشديد ان احنا زي ما احنا قلنا الميزانيه احنا مش عارفينها، مش عارفين ايه الوارد للنقابه من اموال، ايه اللي موجود في خزينه النقابه. كل ده هيتوقف عليه امور كتير جدا، هيتوقف عليه انت هتقدم ايه لشباب المحامي. ايوه، هتدعم المحامي في الموسوعه القانونيه والمراجع القانونيه ازاي. تمام. برضو خليني اقول ان لازم ان المكتبه القانونيه اللي موجوده في استراحات كل محكمه جزئيه تحديث ليه لازم ترجع تاني. هي للاسف الشديد على مدار الاربع سنوات مش موجوده، ولو موجوده انا كانت موجوده قبل كده. طبعا في السابق. طبعا. طب يبقى خلاص حضرتك في ظل عهد الساده شيوخ المحامين كانت موجوده ومفعله، وكان الموسوعه والكتاب والمرجع القانوني مدعم من النقابه. يعني حضرتك قدام المشاهدين حضرتك هتتواصل ان شاء الله ان حضرتك ترجع المكتبه القانونيه. طبعا. ودي طبعًا. حاجه جميله طبعا. اذا كان اختزلت في اربع سنين مش هنختزل الموضوع في اربع سنين خالص. هو طالما موجوده من السابق اللي مضى مضى بس كده. خلينا نبص احنا بنتكلم بقى ان شاء الله خلينا نبص للنقابه الفرعيه الجديده. قول لي تعمل ايه في المصايف. مصايف احنا تعبنا قوي في المصايف. تعبنا قوي. انا الاول مره كعضو جمعيه عموميه افاجئ. قلت لكم مقررات للمصايف واخدين حاجات. انا بكلمك بجد والله فعلا واخدين حاجات ليكم. لما الاقي احد الموكلين عندي في المكتب بيقول لي ايه ده، هو انت ما بتطلعش مطروح؟ اقول له مطروح ايه ده، انتوا ليكم مصايف. صعقت لما رحت في منطقه اسمها عجيب، صعقت ان في مصايف ليه. عجيبه من احلى المدن جدا مطروح طبعا. ويا ريت شاطئ صخري، بالعكس شاطئ جميل وروعه وشاليهات محترمه جدا. دي الحساب. طيب. للنقابه هي المفترض انها تحت مسؤوليه النقابه العامه. بس العامة. انا بتكلم انت كمجلس نقابه فرعيه هيبقى منوط بيك ان شاليهات زي دي او مصيف زي ده ان انا اطرحه على اعضاء الجمعيه العموميه الانتخابيه. تمام. واقول لهم خلي بالكم حتى لو ده مش تحت ايدي وتحت ايد مجلس النقابه العامه والمصيف ده الفت نظرهم لحاجه زي كده. اتفضلوا روحوا، اتفضلوا روح. برضو تعبنا قوي قوي قوي، وفي فلوس انفقت وتم اهدارها في للاسف الشديد. طبعا نخش في سؤال تاني في الفطار الجماعي اللي بيحصل الفطار الجماعي. لا لا انا بس اسال حضرتك خلي بقى ان شاء الله العزومات ان شاء الله يجي رمضان على خير ويجمعنا كلنا بالخير. انا عايز اقول لحضرتك في الاونه الاخيره قالوا انه ممكن الانتخابات تؤجل بسبب جائحه كورونا، هل حضرتك ده ممكن ده موجود؟
طب ما تخليني اطرح سؤال على بساط البحث قدام سعادتك وانت تجاوبني بقى. انا جاوبك. لا انا مش هسالك بس يعني على بساط البحث عايز تجاوب جاوب. هي المحاكم الجلسات بتعقد ولا ما بتعقدش؟ لا كانت ردك لا ما كانتش بتعقد. استاذن حضرتك لا خلاص اقامه الدعاوى شغال ولا لا لا يا المحاكم يعني بيبانها مفتوحه ولا مقفوله؟ لا كانت المحاكم مقفوله الفتره بتاعت كورونا في شهر 3 واللجنه المشرفه على النقابه على انتخابات النقابات الفرعيه تعهدت والتزمت للجهه التي ستشرف على هذه الانتخابات وهي جهه قضائيه محترمه تمام باتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه. المحامي هيخش المفترض بالكمامه بتاعته او الماسك الخاص بيه طب نشدهم بقى في الكاميرا قول لهم بقى قول لهم وخلوا بالكم من نفسكم وهي مجرد دقيقه مش هياخد اكتر من دقيقه هتخش تدلي بصوتك واللي هو امانه وهنقول لك انزل وشارك وهيعود لادراجه تاني بس سواء لعمله في المحكمه او لمكتبه او لمسكنه. انا جايلي حاجه على الواتس دلوقتي بيقولوا لي انك شديد الانفعال ماذا تقول؟ مش عيب ان انا اعترف بان انا شديد الانفعال بس انا شديد الانفعال في هذا الشأن من اللي انا شفته كعضو جمعيه عموميه من اللي أنا شفته من أيتام محامين للأسف الشديد في أشد الاحتياج للموارد بتاعت النقابة للأسف بتطلع إعانات ومكافئات ومنح وحوافز. محمد إحنا إيه عشان وقت برنامجنا اسمعني هديك اللي أنت عاوزه والله هديك وقت بس أقول لك حاجة إحنا خلاص إن البرنامج بتاعنا يعني بجد معاك الوقت راح بسرعة قوي فإحنا برضو إيه عاوزين بقى كام سؤال كده عشان إيه البرنامج وقته قرب ينتهي بجد. هو كان السيد نقيب المحامين كان قال إن تواصلت مع هيئة قضاء الدولة للإشراف على الانتخابات هل ده فعلا؟ طبعا ان شاء الله وهيبقى يعني كده هيبقى في نزاهه يبقى في نزاهه في الانتخابات ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله كده اي حضرتك طبعا طبعا ان شاء الله طبعا طيب وهتجرى في المواعيد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله واحنا كل ثقه في اعضاء الجمعيه العموميه لمحامين مصر ان هم هينزلوا في هذه الانتخابات ويغيروا. السيد رئيس الجمهوريه بيناشد في كل الاتجاهات وكل القضايا ان كل حاجه تجري كما هي موجوده مع جائحه كورونا مع ايه الاحتفاظ بالاحتفاظ. استاذ محمد حضرتك متفائل بالانتخابات ديت؟ متفائل؟ متفائل بالانتخابات ولا متفائل باعضاء الجمعيه العموميه؟ لا متفائل بالانتخابات ديت وخدك ليها. وليه لا؟ انا اسف مع سؤال الاستاذه وندعم اللي انت حضرتك بتقوله والاعضاء الجمعيه ماشي رد على دوت النجاح والتوفيق ده من عند ربنا بفضل الله طبعا. وكل ثقه فأعضاء الجمعية العمومية وصدقيني والله والقسم يعني هنا يعني هيكون غير معمول بيه بس أشهد رب العباد إن كل السادة الزملاء المرشحين زمايلي على ذات المقعد لهم الاحترام ولهم التقدير وإن لم يقدر لي التوفيق وقدر لأحد منهم سأكون خير عون وخير سند لي بامر الله ان شاء الله. وطبعا والساده السابقين طبعا احنا بنقول لهم لكم كل الاحترام والساده اللي نازلين الانتخابات كلهم كل الاحترام ولحضرتك كل الاحترام لحد ما المجلس الجديد لحد ما المجلس لما الجديد لما يجي نشوف اللي طرحه النقيب السابق حضرتك بس كلمه للساده المحامين وللانتخابات عشان احنا وقت البرنامج انتهى وبنشكرك طبعا حضرتك وجه لهم كلمه. انا اولا بشكر مدام نجلاء وبشكر محمود بيه وعذر ان انا لا خالص يا فندم محمود ومحمد واحد واوجه كلمتي لاعضاء الجمعيه العموميه زميلاتي وزملائي الافاضل والفضليات صوتك امانه اتقي الله في اموالك اتقي الله في زملائك اتقي الله في ارامل وايتام المحامين اتقي الله في حديث التخرج من الشباب المحامين بس هو ده اللي اقدر اقوله والله المستعان والله المستعان. استاذ محمد موفق ان شاء الله انا بشكر حضرتك المرشح لرئاسه مجلس نقابه القاهره الجديده عن مقعد محكمه مدينه نصر وبعتذر اذا كنت عاصم. لا يا فندم لا من حقك بس من حريتي انا كعضو جمعيه عموميه ان شاء الله ان شاء الله تكون الانتخابات في ميعادها وان شاء الله كل الدوافع اللي كانت عند حضرتك في سبيل ان حضرتك تقدمها للساده المحامين ان شاء الله تقدمها ولو ما قدركش لا قدر الله تقف مع بقيه زمايلك وان شاء الله ربنا يوفقك بالتوفيق. استاذ محمد بشكرك نورتنا. اشكرك يا نجلاء. اشكرك
بشكرك يا محمود. سيد السادة الاعداد الفريق الاعداد شكرا. الله يعز حضرتك. بشكركم ودمتم في رعاية الله. تصبحوا